طبعا انا اتكلم عن هشام او اللي هو النكنيم حق 777 هشام عقيل. عندنا هو من افضل الشباب عندنا في الرياض ما شاء الله تبارك الله. ديدي حقه او ديدي حقه ممتاز مره. اعتقد يلعب ديدي ولويجي. يعني انت اتوقع الدرب ما طول وقت يعني عارف عندك الخبره انت عاد. يلعب لويجي وكان في فترات يلعب ماريو فما ادري نشوف الحين من هسه فممكن حيكمل كالعادة ديدي. يلعب ديدي حقه اللي معروف فيه. ليش يغير ديدي يعني شخصية ما أدري ما يحتاج يغيرها. ديدي شخصية قوية مرة يعني هذه كمان حاس ما حد يعني ما حس ناس كثير لسه يعرفوا الماتشب حق ديدي. عندنا في الرياض بالذات ما في ديدي كويس إلا هو تقريبا. صح صح يعني أنا ما شفت شباب حتى ما قد يحاول يمسك الشخصية مع أنها ما هي صعبة يعني إكسكيوشن مو صعب. صح بس أنها لازم تصير مرة رايق لأنك لازم تسوي كنترول الملعب طول الوقت. صح طول ما أنت معك الموزة هذه تسوي كنترول كل الملعب. أنا بالنسبة لي هذه ممكن one of the best neutral game يعني tools اللعبة. هي الموزة بس أنت هي الحالة على الموزة. إذا أنت مسكت الموزة أنت ماسك الجيم كله. صح عجيب صح. يعني مرة عجيب مرة هو كمان أحس ديدي كونغ احس ممكن اكثر كاركتر عنده تولز يتعامل مع كل سيتويشن. إيه؟ تقدر تقول يعني هيز ذا ريو اوف سماش. إيه؟ احس انه كذا يعني يقدر ايدج جاردنج ريكفري كل شيء عنده يعني مو شرط انه احسن واحد. إيه؟ بس انه عنده التولز. اعتقد ابراهيم العظيبي هو يلعب بجرينينجا اعتقد. ابراهيم العظيبي اعتقد انا قبل كذا كم مره انا ما شفت لعبه كثير لانه ما يعني مو دايم يجي. ايش رايك طيب على الماتش اب حق جرينينجا مع ديدي؟ شوف اتوقع ان جرينينجا ممكن يتعب ديدي بالريكفري. الريكفري حق ديدي طبعا هي مشكله هي كويسه مو بايخه بس انها شويه لينير. انت يا بترجع من فوق بالسايد بي يا بترجع من تحت بالبيرلز او انك بطريقه او اخرى فان اذا قراها واعطاها الهايدرو بومب ممكن يمسخره صح اللي هي الابي حقته ممكن يدفها كذا بالويند بوكس برا وبعدين يسوي عليها اشجارد بالراحه مره. يعني هذا مشكله ديدي. بس بعدين نتكلم عن ديدي يعني هو احسن تقريبا نوتر جيم في اللعبه. صح يعني صح فما انا ما اشوف الماتش اب ما اعرف صراحه يا تحس انه مثلا ديدي حيفوز بالنوترال. ديدي حيفوز بالنوترال بس انه يخاف من الجيمس. صح ممكن هذا السبب الوحيد. بس يعني هو تقريبا ديدي يعني في الاول والاخير يعني 6-4 ممكن بس يعني هو يقدر يلعب جرينجا يقدر يلعب خصوصا انه هو عنده انه فاست فولر عنده كومبوات مره كويسه من النير من الماسكه من يعني ممكن يلعب جرينجا شخصيه مره كويسه ممكن يلعب فيها ما ادري ليش صراحه. انا كمان احس ديدي كمان اوفرلوكت لانه بعد ما تنرف الهوها حقه ما اشوف كل احد تركه مع انه لسه كان الشخصيه شوف خلينا نقول هي كذا صارت الترو ديديز ما غيره مثلا زيرو ما غير من عارف زينوتو ما غير انه هو اصلا ديدي يلعب ما هو واحد يلعب شخصيتين عشان اقوى شخصيه في اللعبه يعني. بعدين زيرو نفسه لما لعب بشيك فتره كانت شيكي توب 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 كان يلعب شيك الحين لما صارت نيرف ما صار يلعب فيها لانه ما هو شيك هو صح. بس يلعب فيها لانها قويه رجع لديدي مظبوط. فالفكره هي هنا الفكره اللي هل انت تلعب بشخصيه عشان تلعب بشخصيه ولا انت تلعب فيها عشان هي اقوى شخصيه في اللعبه. صح فهمت. فاللي كان ديدي اصلا ما ضره النيرف صح لانه هو يعرف يلعب شخصيه عندها توس ثانيه مو لازم بس اللي هو هو ايوه اللي هو كانت ذيك من ايوه نايس سبايك. شوف بدينا ذا اب ثرو باكير هذه طبيعي لايف ليد من البدايه ما يمديك تناظر توخر عنك شوي 50% اي هذه هي ديدي كان والله يخاف الدوتر كان حقه. هذه الموزه شوف حاطها في جهه وهو ماسك جهه يعني ممكن يغطي كثير اوبشنز. اوكي اب ثرو فير حلو ابد بريدن بتر على قولتهم دائما يسويها ما فيها سايد بي غريبه شوي بس كان يبغى يلقط الشيلد حقه يبغى يسوي عليه الكوماند جراب. نايس داون تولت الى ماسكه الى اب ثرو صارت شوي عاليه نسبته ما يقدر يطلع ما يقدر يسوي فير. داون تولت حقت ديدي كونغ بوك مره ممتازه سوبر كويسه اوه اعتقد باد دي اي لانه مستحيل يكون كذا هو ذبح نفسه احتمال كبير جابه بال اوه عكس ثلاث خطيره اوه جاب الريد بس قريبه الحين شايف هشام يعني ان كنترول اوف ذا ماتش. ايه وهذا اللي صراحه توقعناه ان هشام بيكون الماسك المباراه خصوصا من شخصيات وحتى من نفس الماتش حق اللعيبه. ايه احيانا الماتش باللعيبه يهم اكثر من الماتش بشخصيات. صح فرصه بانش نايس حلو سايد لف عليه اعطاه فورد سماش في الوجه كذا لعب بالموز شوي ما اتوقع انها مس انبوت فوردر الحين عداه في النسبه في السوك الثاني هو اعلى منه بالنسبه
اعتقد لو خلصت قبل البنانا ينهي الجيم. ادجارد قرا هذه قرا الكاونتر وقدر ما حصل سبيسنج. سلام خلص من الموزة كويس. يا الهي لو جيت بالسويت سبوت كان كلام ثاني. ريد جميل بس اوكي ما قصر ما قصر. هذا جيم 1 تروح ال 777 او هشام. انا اشوف اذا ابراهيم يقدر يختار مثلا كاركتر نوترال جيم حقه اقوى فالماتش ده ممكن حتكون عنده اسهل المباراه. يغيرون الكاركترات الحين اتوقع اللي هو التغيير والماتش اب والكاونتر بيكينج وشغلات. والله اليوم ما شاء الله المكان مليان فاكت. اوكي ما حيصير في تحويل. ما بيروحون دريم لاند. اوكي ما ادري هل دريم لاند ممكن السيلينج حقها يساعد شو اسمه ذاك النينجا يذبح كثير من فوق كمان البلاتفورم. بس البلاتفورم مش هيك انا احس تساعد ديدي. اي احيانا اشياء تسويها تكون دبل ايج سورد يعني انت حتستفيد واللي قدامك حيستفيد. صح وتقريبا تقريبا ديدي ما اشوف انه ديدي عنده شخص عنده مرحله ضده يعني صح انها تخرب عليه الا كان شنو هذيك ليلات ما تخرب عليه السايد بي اذا كانت تحركت كذا ممكن بس اما غير كذا ما ادري صراحه. صح بانش من جاب كم تسد على الارض شوي. اب تلت هذه كل موف خرافية عند ديدي على فكرة. أبتدت هذه البط كذا بس ما شفت ناس كثير يستخدموها. إيه أوبا سلام عليك. حلوة ريد مرة ممتاز. أوكي أب ثرو أب إير أوكي جابز. ما بشوف إبراهيم بيستخدم الكاونتر مع إنه عشان بيقدر يكمل. أتوقع الجيم اللي فات خاف لأن كم مرة سواها وأخذ الفانش مسيفة على طول ما مدانا. عموما البرسنتج مره عالي عليه اللي قاعد يلعب الماتش بصحة هيموت. اوبا واو حلوه جميله صراحه. 2-0 هشام جود جيم صراحه. هارد لك لابراهيم بيعجبني في البلاي ستايل حق ديدي انه يخلي الماتش سريع البيس حقه يكون سريع. ايه Thank you.